وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، ضيفي الكريم. بعد التحية، يعني رسائل عدة جاءت في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفاله مع رجال الشرطة بعيدهم 70، هل لك أن تضعنا أمام أهم هذه الرسائل؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل عام وشرطتنا الباتلة في تقدم وازدهار. بالفعل نحن نتحدث عن كلمة في غاية الأهمية، بها العديد من الرسائل، ويمكن الرسائل الأبرز حرص السيد الرئيس على ربط ما حققه الوطن من إنجاز، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التنموي أو حتى الاجتماعي والأمن طبعا والاستقرار في الداخل، بتضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة الأبرار والبواسل. بالفعل لولا التضحيات ما كنا نصل إلى أعتاب الجمهورية الجديدة الآن، ونخطو نحو جمهورية جديدة تحمل المزيد من التطلعات. نحن نتحدث عن كلمة حملت كثير من الرسائل، كانت هذه الرسالة من أبرز هذه الرسائل وأهمها. أيضا السيد الرئيس تحدث عن الغاية لعمل الدولة فيما يتعلق بالبقاء والحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وهنا السيد الرئيس بيرتق للعقيدة المصرية التي واجهت كافة التحديات عبر العقود، مرورا حتى بالتحديات التي كانت في العقد الماضي وصولا لهذا الاستقرار. وهنا ايضا سوف نجد ان هذا الاستقرار والحديث عن هذا الاستقرار ايضا السيد الرئيس ربطه بما يحدث في الاقليم، لان علينا بالفعل ان ننظر من حولنا، علينا ان ندرك تماما ما يحدث من حولنا في الاقليم من اضطرابات ومن احداث في الحقيقة مؤسفة للغاية. وفي ظل هذه التحديات مصر تنعم بالسلام بالاستقرار، مصر هي الواحة الآمنة في ظل هذا الإقليم المضطرب، وبالتالي هذه هي رسالة علينا أن نقدر ما نحن فيه ونعمل على صونه والحفاظ عليه وتنميته، وهذا أمر في غاية الأهمية. أيضا رسالة أخرى أعتقد أن هي لا تقل أهمية، وهي ما يتعلق بحياة كريمة. وهنا السيد الرئيس حديثه عن حياة كريمة بيؤكد أنه وصلنا لهذه المبادرة العملاقة، هذه المبادرة الرئاسية الأعظم في تاريخ الإنسانية، لأنها تخص 60 مليون مواطن، هذا الرقم لم يحدث من قبل. وبالتالي ربطها أيضا بتضحيات رجال الشرطة ورجال الجيش والتضحيات التي يعني بذلها هؤلاء الرجال من أجل الوصول اليوم لهذه المبادرة المهمة للغاية. رسائل كثيرة أيضا لأبناء الشهداء ولأسر الشهداء ولكافة جموع الشعب المصري، رسائل لإيقاظ الوعي الجمعي المصري. علينا مواصلة ما بدأناه، علينا أن ندرك أننا تخطينا الكثير من التحديات، ولكن أيضا ما زال هناك العديد من التحديات الأخرى، مرورا لما نحلم به ونتطلع إليه في الجمهورية الجديدة. نعم، الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.